مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معكم بوزيد اليوم في حلقة جديدة من حصة الكوتش. اليوم إن شاء الله حنستقبلوا بطل من أبطال الجزائر في البودي بيلدينج، بطل غني عن التعريف، ما كاش واحد ما يعرفوش في الدومين تاع البودي بيلدينج ميسكولاسيون الحديد في الجزائر. البطل هذا هو فيصل ميهوبي. فيصل مساء الخير. شكرا على الاستضافة بوزيد في الحصة ديالك اليوم هذه، واني معكم هنا واش حبيتوا. فوالا فيصل، حبيت نسقسيك، اعزائي المشاهدين سيرمون حبوا يتعرفوا بلوس على البيرسوناليتي تاع لو شامبيون الجزائريان هذا في البودي بيلدينغ، حبينا نعرفوا لاج تاعك بار اكزومبل. فوالا كيفاش لحقت حتى لو نيفو هذا؟ شحال عندك من سنوات تدريب؟ شحال عندك من سنوات في المنافسه؟ نعم، بون بدات المشوار ديالي في رياضه كمال الاجسام والحديد عامه في الجزائر في سنه 94 مع اللي كنت نمارس الفنون القتاليه. كان عندي الحزام الاسود الدرجه الاولى في الكيك بوكسينغ والفول كونتاكت. حزام اسود بالكور هذا، الله يبارك فيك. في الفريق الوطني مع الولي محفوظ، يعني الاول في ليزاني هذوك الاولين في الفريق الوطني. تسمى انا تسمى ديجا انا طلعت ديريت في الكيك بوكسينغ. في الكيك بوكسينغ نعم. من بعد منها كانوا داروا لاميمار دو بن عزيز الله يرحمه، فنقول لك في 95 هكذاك وراوها هكذا في التلفزيون. انا كي شفت قلت اسمع شغل تاع هذا الحديد اكزيستي منه، ماشي غير كيما نشوفوه في الكتابات ومنا. بديت نبحث 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 وحتى لقيت روحي تغمقت كيما نقول لك بحر ما لا نهايه كاع. بديت لي زونترينمون. بديت لي زونترينمون، كانت اول صاله اللي كانت وين نسكن انا في شراقه في الحومه تما، بديت فيها تما. كان زمان الصيف من تما، الناس راه كاع في البحر وانا حاكم كابار راح نوطريني نورمال عادي. نقول لك فيه ساكريفيت شويه، نوطريني واحد 6 شهور هكذاك 7 شهور. ومن بعد نوطريني اللي كان معايا عاسيل ومالك وعادل قال لي علاه ما تخش منافسه؟ قلت له انا كيفاش ما نعرفش انا هذا؟ قال لي سهل، احنا نوريو لك كيفاش من هنايا. كانت اول منافسه تاعي في لاصال فيدرال دوب في ار بي اس ام، وخلاف طلعت عام راسهم سي صح. هذيك اول واش داروا فيها؟ داروا كومبيتيسيون تاع لي زيبروف، فيها بارفيكس كوشي شغل. الدبلوم مازال دوك اللي عندي هذاك، اول دبلوم اللي هذه في 94 نحكوا في 95 تاع 95 تاع 95 اه تحصلت على الميداليه الذهبيه. الله يبارك. لعبك الخطره الاولى، شوف كان فيها عمليه ما نقول لك شحال، كان 17 قريب 18 قلت لك 18 الله يبارك. تما جو بونس كو السبور تاع الكيك بوكسينغ كان عاونك ديجا اللياقه البدنيه اللي كانت عندك ما قبل، عاوناتك مليح. يعني عاونني بالبزاف منها، من هذيك الكومبيتيسيون لو ديكليك. ديكليك من تما ديريكت الشامبيون الجزائري بريباريت ليها جينيور تروازيام بلاس. تا اول منافسه تاعك في البطوله الجزائريه في البودي بيلدينغ جينيور تروازيام بلاس. شوف من تما كيما يقول لك ما لا نهايه. فيصل شحال كنت توزن هذاك الوقت؟ كنت ندير موان 70 69 كيلو. الله يبارك. 69 كيلو اه. هذوك الشامبيون دو موند دخل بشحال؟ موان 90 موان 90 كيلو دو موسكل بيور تما. بيور صافي كيما يقول لك ديريكت. اوه 20 كيلو هذه باش. وما يخفالكش بوزيد عام 2006 حبست الحديد. حبسته مدة 6 سنوات. 6 سنوات. كي يشتري كي يقول لك كرهته. كرهته وليت ما نحبش الصاله ما نجوز منها. نبدل طريق ونجوز منها. 6 سنوات ومن بعد عاود شغل لعب لي على المورال. اش كنت بغينا نعرفوا واش داك تبعد على الحديد هذا؟ شو الحاجه اللي شوف هي صح كي بعت من تما كنت كل عام من 95 حتى 2006 وانا شامبيون دالجيري. كل عام تدي المركز الاول، كل عام المركز الاول. وما كانش يعني كانت الفيدراليه مازال ما تاسست، هي تاسست من 2006 ورواح. كانت غير ان ليغ هكذا، سما ما كانوش عندنا لافونتاج باش نخرجوا للانترناسيونال. داكور. كنت نشوف انا لي زيكيب كيما مصر العراق لبنان كانوا هما اللي حاكمين المونوبول في لو موند. تسمى لحق لو ماكسيموم تاع لو ماكسيموم، ما كاش وين ما كاش كيفاش تلحق ولا تروح. قلت انا لا نكمل هكذا نحبس. حبست 6 سنوات من 2006 حتى 2012. واش خلاك تولي؟ شتاك اللي قال لك الغنيه مازلني على ديداني. سمعت واحد الهضرات وهكذا من قلت لهم لا استناو. شحال حبست لكم؟ 6 سنين بريباري 6 شهور شامبيون دالجيري كلاسيت الاول. والله موان 75 في 6 سنين هذوك صراو 75 كيلو. 75 كيلو اه. من تما ونقلع البريمير شامبيون دي موند مراكش 4 بلاص 2013 2013 حامد مور لا بريباراسيون ابخي اون روبتور تحسن. بديت نوفمبر 2012 شامبيون دي موند كانت في 2013. هادي كاع جينيتيك. نقول لك واحد 9 شهور يقول لك لا ميموار. لا ميموار لا ميموار ما تخافها. والجينا الجناية كي تكون في الاخرى ما باسكو الناس لازم تعرف بلي تعرف سير تان نيفو ميم كيحبس يعاود يولي سي بلو فاسيل بور لوي داتاندر لو نيفو هدايا ماشي كيما واحد جديد واحد جديد ويفونسي اه. وانا عطيت له راحه تاع 6 سنين
اسمه لوكور ريح بالبيان يعني. لعبت في صالحك هسه؟ لعبت في صالحي بزاف اللي ما عرفش هاد اللعب ساق قالك سيبون خلاص. بصح كي بديت نخمم انا ونشوف دركا قلت انا مزيان كي حبس 6 سنين هادوك باسكو ايتي كاباب دوكا صح ايتي كاباب دوكا بالك ندير انا ري تاع 2 زون ومن بعد نعاود نقلع. بصح لا انا ربحتها في 6 سنين اللي فاتوا علاش كي عاود تقلع دوك من 2013 لدوكا الحمد لله. بعدها واش درت من 2013 4 بلاس شامبيون دي موند 2014 3 بلاس شامبيون دي موند تسمى كل عام نطلع نزيد بالاخرى 2015 2 بلاس شامبيون دي موند مستر اولمبيا في موسكو اول ميداليه ذهبيه تاع مستر اولمبيا اللي دخلت الجزائر من 88 من وقت بن عزيز الله يرحمه. الله من تما كما يقول لك لا رجوع في راك مشرفنا كما الحمد لله يعني الحق دركا عندي 12 ميداليه انترناسيونال منهم ذهب وفضه كاينه وحده تروازيام بلاس برك الباقي كاع ذهب وفضه ذهب وفضه برومي دوزيام برومي دوزيام فيرتي بور لاجيري بور لي جون الجيري يتبعوا فيك وكما يقولوا سي ان اكزومبل ومام حاجه كما يقولوا اوتون بيرسون انا نعرفك خارج الحصه كما يقولوا اخلاق الله ما شاء الله خدوك سبورتيف كما يقولوا ان تري بون سبورتيف. فيصل حبيت نلحق لي جون باش تلحق لهذا النيفو هذا كما هضرت من قبل في حصص واحده اخرى مع دي زاتلات واحد اخرين مع عبد القادر مع خالد سي ان ساكريفيس صافي ساكريفيس فنحبنا نفهموا واش كل جور دو ساكريفيس من اي ناحيه اللي هي صعيبه ومن بعد واش الحاجه اللي تجي سهله من بعد. شوف الحاجه الصعيبه الحاجه الاولى كما نقولوا حنايا تنفصل على العالم الخارجي الحاجه الاولى باش كونسونطراسيون تكون باسكو حنا عندنا لي ريجيم والريجيم تاعنا ماشي نقول لك واعر ابشع الريجيم في العالم هو تاع البودي بيلدينغ باسكو تحب السكر تنقص الملح تاكل كلش مفور كلش هادي شغل ماشي نقول لك واحد في السبيطار عايش او ياكل في ماكله تاع مرضى احنا رانا اكثر من المرضى بصح هي فيان دي جي وانتم عندكم ديطاي بودي ديطاي ما تاكلش حوايج ولازم تاكل حوايج لازم تاكل حوايج في بريباراسيون شحال تاكل سكارو فيصل شوف لي ديرني طون نقول لك العوام اللي فاتوا كنت نلحق 2 كيلو بار جور 2 كيلو دي سكارو ست ريبار يوميا ماشي نهار ماشي ثلاثة رانا نهضروا كل يوم 9 شهر 9 شهور مدة 9 شهر ماشي نهار ولا سمانه ولا شهر 9 اشهر 9 اشهر 2 كيلو عندك 7 روبا شاك روبا فيها 200 غرام 300 غرام 200 جامي باسكو تريشي تراطي نهار تخلصها نهار الكومبيتيسيون تبان فيك تولي الغور باسكو علاه هي الريجيم يمشي شهر الاول دوزيام تروازيام كات موا ومن بعد يعاود يهبط لو كان ما تستعملوش الشهر الاولين يبان لك في السيزيام والسيتيام موا باسكو ديفيسيل والسانكيام ما تتريشيه يزيد يروح لك في النافيام موا في البريود تاع كومبيتيسيون ديفيسيل سي لي ريستريكسيون اي لي زوبليغاسيون معناتها لازم تاكل حساب حساب وما تاكلش امور ما درناش ليها بالميزان نقول لك تزيد 2 غرام 3 غرام زياده تنحسب عليك بالميزان هذا هو البلو غرون ساكريفيس هذا هو البلو غرون ساكريفيس شوف الانترينمون فيصل حتى لما تلحق الانترينمون بون بار سيمان كل يوم و دو فوا بار جور بي كوتيديان بي كوتيديان صباح نقولوا تقسم الانترينمون تاعك في عود زوج سوايع العشيه دير ساعه صباح وساعه العشيه انا نقولوا ماكسيموم ساعه بصح انا ماكسيموم 40-45 مينيت بون لازم لي جون يفهموا لي سانيو فو بروفيسيونيل صح نهضروا دي ميداي انا نهضروا ايوه بزاف يقول لك انا على ما نديرش 40 مينيت ولا اخر لا لا ماشي فيصل راه على باله واش ياكل على باله كيفاش يريكوبيري على بها باش نلحق لهذا النيفو هذا وين نجم يونطريني دو فوا بار جور سون دو بلي سون افوار دو بليسيور بلا ما يدخل في السيور اونترينمون ولا في الكاتابوليزم نتاع المسكولار خويا فيصل بارك الله فيك يا خويا ان شاء الله نتمنوا لك كما يقولوا ان افونير ان شاء الله نقولوا حافل ما ننساوش لا دنيير ميداي تاع الاليت لا ميداي اللي ديتها لا الاليت برو بروفيسيونال اسمها هذه ثاني اول ميداليه اللي دخلت الجزائر في البروفيسيونال في البروفيسيونال بعد بن عزيز الله يرحمه يا خويا صافي تسمى انا حاكم من 88 لهنا سي اول ميداليه تروازيام بلاص كاتيجوري مون 90 الله يبارك الله يسلمك خويا فيصل بارك الله فيك اللي جيت الحصه تاعنا الله يسلمك يا ابو زيد نشكرك على الاستضافه يعطيك الصحه اخو الله يسلمك بارك الله فيك فيصل يعطيكم الصحه